أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. اليوم عندي رسالة خاصة لكل مشاهد ومشاهدة، عاوز أشجعك من كلمة الرب. رسالتنا اليوم هي رسالة للمتألمين، واليوم ما أكثر المتألمين اللي بيشاهدوا هذه الحلقة بمروا في ظروف صعبة. في ناس عم تتألم نفسياً، وفي ناس عم تتألم جسديا بسبب الأمراض، وفي ناس عم تتألم أسريا بسبب يمكن مشاكل أسرية أو خطأ أو قرار خاطئ، مشاكل مع الأولاد والبنات فعم بتمر في ظروف قاهرة وظروف صعبة، وفي ناس عم تتألم ماديا واقتصاديا مش ظابطة الأمور معك. الله شايف، الله عارف، الله بحبك، له قصد في كل شيء. لابد انه الله يعمل شيء جميل وحلاوي لحياتك، وانه هالغيمة رايحة تعبر. رسالة للمتألمين. اول شيء ينبغي ان ندرك انه الألم والاضطهاد يصير جنبا الى جنب مع الحياة المسيحية، كما كتب الرسول بولس: وهب لكم لا ان تؤمنوا به فقط، بل أن تتألموا من أجله، من أجل اسم المسيح طبعا. والرب يسوع قال: طوبى لكم إذا اضطهدوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، بل افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السموات. والرب يسوع مرارا تكلم مع أتباعه بكل أمانة انه رح يكون طريق مش سهل، رح يكون في انكار الذات وحمل الصليب. بل حتى الرسول بطرس بيكتب في ايام الاضطهاد، يقول: لا تستغربوا البلوى المحرقة حادثة بينكم كأنه اصابكم امر غريب. هذه الامور لابد ان تمشي جنبا الى جنب مع كل شخص مؤمن حقيقي بيسلك في النور، بيسلك في المحبة، بيسلك بالأمانة في مجتمع، في عالم مكتوب عنه وضع في الشرير. فإحنا المفروض نكون شهادة حية، مثال حي، بركة لكل من حولنا، والرب يشددنا والرب يعززنا ويقوي ثقتنا فيه. لكن الألم هو شيء يسير جنبا إلى جنب في الحياة المسيحية. شيء ثاني ينبغي أن ندرك أن الله ليس هو مصدر الشر، بل الشرير اللي هو الشيطان المشتكي المكتوب عنه المجرب. يقول الرسول يعقوب: لا يقل أحد إذا جرب إن أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحدا، ولكن كل واحد إذا يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، والشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. لكن تذكر أيضا مكتوب: لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل يجعل مع التجربة المنفذ المناسب لكي تقدروا أن تحتملوا. فإذا اللي بجرب بالشر وبالفساد وبالخطية هو الشرير، هو الشيطان، لأن الله هو إله يعني صالح وإله كل الصلاح، إله الخير، إله الرحمة، إله النعمة، إله المحبة، إله الاستقامة، إله الأمانة. لكن كتير أمور بنعملها في الحياة لها عواقب ولها أيضا نتائج، ولسيما أمور بنعملها اللي بنطلب من الله أن يكون خارج عن نطاق حياتنا. نريد أن نعيش مستقلين عن الله ومنفصلون عنه، فلابد أن تأتي النتائج طبعا إذا قررنا أو صممنا في هذا الموضوع. لكن الله هو صالح في كل طرقه، رحيم في معاملاته، إله المحبة، أحبنا محبة غير محدودة، محبة غير مشروطة، ولكن الله بيّن محبته لنا
لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. فإذا الله بحبنا، الله هو مصدر كل صلاح. شيء ثالث أحبائي، خلينا ندرك أنه الله لما احنا بنكون في الألم، الله معنا في وسط الألم. مش الكتاب يتكلم عن ثلاث شباب في العهد القديم، والشباب رماهم الحاكم في أتون النار، وهذا الأتون تحمى 7 أضعاف لدرجة اللي رموا الفتية الثلاثة احترقوا في النار. ولكن عندما نظر نبوخذنصر قال إنه أنا شايف يعني شخص رابع شبيه بابن الآلهة. فالرب كان معهم في وسط النار، في وسط الأتون. تعرفوا أحباء الكتاب بيقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. فإذا أحبائي الله معنا في وسط الألم. عندما صرخ الإسرائيليون بسبب الذل، بسبب العبودية في أرض مصر، مكتوب أن الله سمع الأنين والتأوهات فقال أنزل وأنقذهم. الله ما بيتركك، الله معاك في وسط الظروف. بحب الآية اللي في رسالة غلاطية الإصحاح الثالث، يسوع المصلوب المرسوم أمام عيونكم. مهما تمر في أي ظروف صعبة، تذكر خلي عينيك على صليب المسيح وتذكر كم تألم من أجلك ومن أجلي. شيء رابع أحبائي، خلينا نتذكر الآية اللي بتقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. كل الأشياء معا بتعمل للخير، بغض النظر شو ظروف الحياة اللي بتمر فيها. تعرفوا الكتاب يتكلم عن شخص صديق، يوسف الصديق، قول الرب امتحنه. بيحكي عن يوسف كيف باعوه وهو شاب إلى قافلة الإسماعيليين، وعاش كعبد بدل ما يكون ابن مدلل. لكنه أحبائي أدرك إنه الله كان موجود معاه، والله عم بمشي معاه وساير معاه. وصل يوسف إلى أعلى منصب، الكلمة كانت هي ليوسف لأنه كان الرجل الثاني بعد فرعون. وعندما أنقذ إخوته قال الرب أرسلني لاستبقاء حياة. بعدين بيحكي مع إخوته بيقول أنتم قصدتم بي شرا ولكن الله قصد، يعني حول كل الأمور به خيرا. فإذا كل أمور حياتنا أحبائي لابد أنه رح تعمل وتتحول للخير. شيء آخر بحب أذكر كل واحد بشاهدنا، شيء خامس، تذكر أنه الله هو الجالس على العرش. ولما نقول أنه الله استوى ولا جلس على العرش، إحنا بنتكلم في تعبير إنسانية، لكن بما تشبهونني يقول الرب. صعب أنك تشبه الله بتشبيهات بشرية، لكن من بسط اللغة بحيث أنه الله شايف، الله سامع، الله عارف. هاي كل التشبيهات هي اللي بتتكلم عن الله. فعندما نقول الله جالس على الأرض يعني متسلط في مملكة الناس، هو المتحكم في كل شيء. ألم يقل في مزمور 46 كفوا واعلموا إني أنا الله، أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. Be still and know that I am God. الله بيقول اهدى، يعني بكلمات أخرى أصمت. الرب موجود، الرب حي، الرب مازال على العرش. حتى لو كان وباء عالمي وصل إلى أكثر من 180 دولة، فكرك الرب مش شايف؟ الرب مش عارف؟ هو المتسلط، هو المتحكم في ممالك الناس.
ثم أحبائي خليني أحكي لك شيء مهم جدا اتعلمته، إنه لا تنظر إلى ميل في رحلة مليون ميل. في يوم من الأيام رح تكتشف كم إنه الله بيعتني فيك، بحبك، أنقذك، دروس بتتعلمها، ورح تشوف كل الصورة الصحيحة اللي الله برمجها وخططها من أجل خيرك ومن أجل منفعتك. فالله هو الجالس على العرش، هو المتسلط، مكتوب: لذلك لا نفشل، وإن كان إنساننا الخارجي يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. فإن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي، ونحن غير ناظرين إلى الأمور التي ترى، بل إلى الأمور التي لا ترى، لأن الأمور التي ترى وقتية، وأما الأمور التي لا ترى فأبدية. وضع الأبدية في قلبهم، فالله أعطانا التفكير والأسلوب الأبدي، يعني انظر النظرة الأبدية في كل الأحوال، في كل الموضوع، في كل ما تمره. أنت ماشي على الأرض، فيقول كتاب: نحن غرباء ونزلا. فإذا إحنا بهالأرض برية ماشيين حتى نكون أداة خير، محبة وبركة، إسعاف لكي ننعش ونسعف كل من حولنا، ونقود بعض الناس إلى الخلاص وإلى الحياة الأبدية. لابد، صدقني، لابد أن تعبر هذه السحابة. ثم شيء آخر أحبائي، خلينا ندرك كما يقول الرسول بولس في روميا الإصحاح الثامن: إن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. فإذا في أمور أعظم أمجد، خفة ضيقتنا وقتية، لكن الله عم بعلمنا ننظر إلى الأمور الأبدية. فإذا كل اللي بنعاني فيه لا تقاس بالمجد الأبدي. في أمور جميلة جدا، في أمور حلوة جدا الله محضرنا إياها في الأرض. الله بيعطينا سلام، بيعطينا راحة، بيعطينا فرح، بيعطينا طمأنينة، بمتعنا بحضوره، بمتعنا بسلطانه، منسير معاه، الروح القدس ساكن فينا. حتى في الغربة، حتى في البرية، الله معانا. وهي الرحلة بتستمر للأبدية، رح نكون معه إلى أبد الآبدين في كل حين. أخيرا أحبائي، لكل متألم بدي أعلمك على روشتة جديدة وعلى وصفة جديدة تبتدي تستخدمها في حياتك. أشكر، 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 أشكره في كل شيء، أشكر في كل حين، على كل شيء وفي كل شيء. لما بتشكر بتتغير فكرتك عن الله، لما بتشكر بتتغير فكرتك عن الناس، لما بتشكر بتتغير فكرتك عن نفسك حتى. لما بتشكر انت بتشوف في منظار إلهي مش في منظار بشري. لابد أن تدرك إنه كل الناس محتاجة للنعمة، كل الناس محتاجة لمحبة الرب، كل الناس محتاجة لفرصة تانية وتالتة ورابعة، كل الناس في الموازين إلى فوق، كلنا محتاجين نعمة الرب. هو مين فينا الكامل؟ صدقني منسقط وبنقع 1000 مرة، لكن نشكر الرب من أجل مراحمه، من أجل محبته، من أجل إحساناته، من أجل أمانته معنا. لما بتشكر أحبائي بتزداد بالقوة، لما بتشكر بتزداد بالنعمة، لما بتشكر بتحصل على الشفاء الكامل النفسي والجسدي والروحي، لما بتشكر بتتمتع بالحرية الحقيقية، حرية المسيح، لما بتشكر بتروح عنك السلبية
بتتحول إلى إيجابية، بتبتدي تشوف كل الأمور بمنظار بيختلف، في منظار إلهي. أريد أن أقول لكل متألم، ثق إنه يناديك، ثق إنه يدعوك، ثق بمحبة الرب. وبهاي الأيام الصعبة أنا بفضل أكون إلى جانب الرب مش ضد الرب، بفضل أكون في دائرة المسيح مش خارج هذه الدائرة، بفضل أكون في المسيح، أتمتع ببركات المسيح وبضمان المسيح وبتأكيدات المسيح، أفضل ما أنه عايش بتشويش، بفوضى داخلية، بصراع دائم، بحياة متناقضة. لكن عندما أنظر إلى يسوع المسيح أرى الألم بمنظار يختلف، أنظر إلى الألم كفرصة جديدة. الله بيعلمني، الله بيدربني، الله بيهذبني، الله بيوريني أمور بتختلف، وبيعطيني الصبر والتزكية والإيمان، وبشددني. ساعتها بكون يعني فعلا رجل أو ست إيمان في شخص الرب، ننظر إلى كل الأمور بمنظار الرب. ربنا يشجعك وربنا يعزيك، وثق إنه مكتوب أكثر من 300 مرة لا تخف، والرب وعد، وهذا الوعد اللي بيعطينا الضمان والطمأنينة. الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. شو رأيك اليوم تنتقل من الموت للحياة، من الظلمة للنور، وتقول له بكل بساطة: يا رب يسوع ارحمني، سامحني أنا الخاطئ، اغسلني بدمك الكريم واقبلني لمجد اسمك. والرب يسوع يرد عليك ويقول: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا والرب يباركك. على فكرة شارك هذا التأمل وخلينا نسمع منك. الرب